النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير، البداية مع العناوين. وزير التربية عماد العزب يلتقي رئيس غرفة تجارة ريف دمشق. وزارة التربية تصدر أسماء المقبولين للتعيين من الناجحين لتعيين عدد من المواطنين في مسابقة الفئة الثالثة. بمناسبة عيدي الأم والمعلم، ثانوية الباسل للمتفوقين تكرم المدرسين المتميزين والمتقاعدين والطلاب الأوائل والمتميزين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعرب وزير التربية عماد العزب خلال لقائه رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان عن شكره لمساهمة الغرفة في إعادة تأهيل عدد من مدارس ريف دمشق. وأوضح وزير التربية أننا كبقية الدول التي عاشت سنوات من الحرب تعرضت من خلالها المدارس لعملية تدمير، وبتنا في حاجة لإعادة ترميمها بأسرع وقت ممكن لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة. فمنذ بداية عام 2018-2019 تم ترميم 516 مدرسة، ونعمل على ترميم ما بقي من المدارس المدمرة كليا أو جزئيا بمساعدة جميع الجهات. وأكد وزير التربية أن عودة الطالب إلى المدرسة هي إنجاز كبير، وأن افتتاح المدرسة يعد تحرير جبهة لعودة الثقافة، وأي مساعدة تقدم تشكل نقطة تحول، ونحن ندعو الجميع للمساهمة من خلال مبادرات تسهم في إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. وأبدى رئيس غرفة وتجارة ريف دمشق استعداد الغرفة لتقديم جميع التسهيلات والدعم لإعادة عجلة التعليم إلى سابق عهدها، فمسؤوليتنا تجاه بلدنا توجب علينا تقديم أقصى ما نستطيع من أجل وطن مشرق بعقول أبنائه. أصدرت وزارة التربية أسماء المقبولين للتعيين من الناجحين بموجب الاختبار الذي أعلنت عنه لتعيين عدد من المواطنين لديها من الفئة الثالثة بوظيفة كاتب لكل من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين في الإدارة المركزية، وعلى المقبولين البالغ عددهم 53 مواطنا مراجعة مديرية التنمية الإدارية في الوزارة لاستكمال أوراقهم الثبوتية خلال شهر من تاريخ صدور القرار الاثنين 18 من الشهر الجاري تحت طائلة الحق في التعيين. اختتمت وزارة التربية بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية بيروت ورشة العمل الوطنية بعنوان الرياضة الشبابية للتماسك الاجتماعي. وشارك بالورشة مرشحون عن محافظات دمشق، ريف دمشق، القنيطرة، السويداء، درعا، الحسكة، دير الزور، لتأهيل 30 متدربا من الموجهين الرياضيين ومدرسي ومدرسات التربية الرياضية الشباب ومن المنظمات الشبابية والرياضية المتمرسين بالأعمال القيادية من محافظات عدة. وتهدف الورشة إلى إبراز دور الشباب وقدراتهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلام والحوار والتسامح في الأزمات والنزاعات من خلال استخدام الرياضة للحد من الاختلاف وزيادة التقارب الاجتماعي. يذكر أن الورشة نفسها ستقام في محافظة اللاذقية خلال الفترة من 8 إلى 10 من شهر نيسان القادم. بمناسبة عيدي الأم والمعلم، أقامت مدرسة المتفوقين بدمشق حفلة تكريم للمدرسين المتميزين والمتقاعدين في الثانوية وللطلاب المتفوقين والمتميزين بنتيجة اختبارات الأولمبياد العلمي النهائية. خود العلي والتقرير الآتي. معلمين أصحاب الرسالة النبيلة وطلاب سوريا جيل المستقبل الذي يعول عليهم الكثير، علاقة تكاملية لتحقيق التفوق الذي يعد الحاجة الأساسية لتقدم وتطور المجتمع. من هنا جاء تكريم ثانوية الباسل للمتفوقين المعلمين المتميزين والمتقاعدين في عيدهم تقديرا لجهودهم في العملية التربوية والتعليمية، إضافة إلى تكريم عدد من الطلاب المتفوقين والمتميزين في اختبارات الأولمبياد النهائية.
طبعا سوريا ما تدخل نهائيا بكوادر، واجمل شيء بالموضوع انه نحن حاليا بظل الازمه، انتهاء الازمه الحمد لله، في عنا فعاليات، في عنا احتفالات، وفي عنا ناس لا زالت طلابنا عم يتفوقوا سواء بالاولمبيات او على مستوى التدريس. فالقطاع التربوي عانى معانا من خلينا نقول صعوبات، الحمد لله تجاوزناها كلها ولازمنا على راس عملنا وعم نسابق ان شاء الله قدما الى الامام. فنتمنى لجميع طلاب الجمهوريه العربيه السوريه كل التوفيق. هذه الاحتفاليه هي تشجيع وتعزيز دور التفوق ورعايه المتفوقين، وهذا حق لهم. ونحن ايضا بالنسبه لمدرسه المتفوقين كل طلبتنا هن بحاجه الى تكريم وتفوق، لكن لا نستطيع ان نكرم الا الفئه المميزه من المتميزين من هؤلاء الطلبه، وبحضور المجتمع وبتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات التي ترعى التفوق. هذا التكريم نحن بنحطه وسام على صدرنا، وخاصه من مدرسه انا عشتها بكل ظروفها منذ تأسيسها حتى الآن، فتكريمي من قبل إدارة المدرسة الجديدة بالذات هذا له طعم وله معنى آخر، ورح يمدني دعم إلى الأمام في سبيل أنه أي شيء أحزن أخدم في قطاع التربية ووطني سوريا ما رح أصير فيه أبدا. هكذا هم معلمو وطلاب سوريا تحدوا الكثير من الصعوبات والظروف الاستثنائية ليواصلوا علمهم وليؤدوا رسالتهم السامية دون انقطاع في سبيل أن تبقى سوريا، فهم أبناء حضارة عريقة علمت العالم برمته الأبجدية. أنا كتير مبسوطة بالتكريم، كتير مبسوطة بدعم المدرسة إلنا نحن المتفوقين، وبمناسبة عيد الأم بوجه تحية لكل الأنسات ولكل أمهاتنا، مناسبة عيد المعلم معلمينا الأفاضل اللي بيجننوا كمان بوجه لهم تحية كتير كبيرة، كتير تعبوا معنا وكتير كانوا أساتذة مناح. أنا طبعا كتير مبسوط لأني أنا بمدرسة المتفوقين وبمدرسة رائعة كمدرسة المتفوقين، وكتير أنا مبسوط يعني كتير بشعر بإني عم بمثل اسم سوريا، عم بمثل اسم بلدي كله بالتميز والإبداع. وطبعا أكيد ما رح وقف هون، رح ضلني تابع لحتى أوصل على مستوى العالم كلياته إن شاء الله. أنا برأيي هذا الحفل كتير عن جد ظاهرة منيحة، لأنه عملوه أكيد بشكر وزارة التربية على هذا الحفل، لأنه عم يعملوه مثلا عيد الأم، وهي أكيد لا أول من ساهم بتربيتنا وتعليمنا وصلنا لهذه الدرجة، ومثلا عيد المعلم لأنه هو كمان من أكثر الناس اللي علمونا، وأكيد أنا بشكر كل المعلمين المدرسة وكل معلمين سوريا وكل معلمين العالم كلياتهم وأثروا، ونصار نحن لما نكبر بدنا نرفع أساميهم. حفل لتكريم الطلاب المتفوقين في ثانوية الشهيد نزيه فضل القطان في جرمانة. زينب شيحة والتقرير الآتي. بمناسبة أعياد آذار المجيدة وانطلاقا من أهمية تكريم الطلاب المتفوقين، قامت إدارة ثانوية الشهيد نزيه فضل القطان للبنين في جرمانة بتكريم الطلبة المتميزين في الفصل الدراسي الأول. طبعا نحن الآن في مدرسة الشهيد نزيه فضل القطان بجرمانة، هذه الثانوية المتميزة حقيقة، في كل عام تخرج عدد كبير من الطلاب، من الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة ومنهم من كان أوائل على مستوى القطر. فنحن في هذه المناسبة، مناسبة عيد المعلم وأعياد آذار، ارتأت إدارة المدرسة أن يكون هناك تكريم للمتفوقين هذا العام، فقمنا نحن والرفيق مدير التربية تريف دمشق الأستاذ ماهر فراش ورفاقنا في الشعب الحزبي في شعبة الحزب وفي الفرق الحزبية بالحضور لكي نعطي دفعا حقيقيا لهؤلاء الطلاب، ونشكر الأهل كذلك على هذا الاهتمام الرائع بهؤلاء الطلاب. اليوم حضرنا حفل تكريم لأبنائنا الطلاب بأحد الثانويات في ريف دمشق، ونحن حريصين على حضور كل التكريم بكل الثانويات لأنه مهتمين بطلابنا المتفوقين والمبدعين. الأهم من ذلك هو تزامن هذا التكريم مع مناسبة عيد المعلم وعيد الأم. نحن منتوجه لزملائنا المعلمين على مساحة هذا الوطن
في الميادين التربوية كافة، بكل التحية بكل الاعتزاز لهؤلاء الصامدين الصابرين الذين لا يقل دورهم أهمية عن دور بواسل قواتنا المسلحة في الجيش العربي السوري، عندما أصروا على الاستمرار في تقديم رسالتهم النبيلة، رسالة تربوية في بناء الأجيال. الطلاب المكرمون أكدوا أهمية التكريم لدوره في دفعهم للتفوق في المراحل القادمة، وهنأوا معلميهم بمناسبة عيد المعلم، متمنيين لهم دوام الصحة لأنهم بنات الأجيال. هذا التكريم يعني لي شيء كتير كبير، لأنه هو رح يكون دافع لي بشكل كبير لحتى أبذل كل جهودي بالفحص الأخير. أهمية التكريم أنه هو بيحفز الواحد أكثر وأكثر ليشتغل ويتعب أكثر ليصل لمراتب أعلى. أكيد التكريم هذا دافع لي أني استمر ببذل جهودي مشان آخر السنة أحصل على أفضل النتائج. جهد كبير يقوم به القائمون على العملية التعليمية في وطننا الغالي سوريا لخلق جيل واع قادر على بناء الوطن ورفع اسمه عاليا. تنفيذ فعاليات وإقامة معارض في الوحدات الطلائعية في حماة تضمنت إبداعات وعرضا لمواهب التلاميذ. مراسلنا وليد سلطان والتقرير التالي. بيضاء كقلوبهم عبر التلاميذ في المنطقة الطلائعية الأولى عن فرحهم في المشاركة في المعرض السنوي الذي ضم نتاجاتهم الإبداعية من توالف البيئة وإظهار مواهبهم في مجال الرسم والغناء والفنون الشعبية. هذا نموذج من المدارس التطبيقية التي تتبع لمنظمة طلائع البعث ووزارة التربية في هذه العملية التكاملية حقيقة والتشاركية بين الوزارة وبين المنظمة لإبداعات هذه المواهب الطفلية المميزة في هذا الجانب. في المدارس التطبيقية نلاحظ الآن الرسالة التي تهدف إليها المنظمة في رسالتها هي الوصول إلى تقدير الذات لهذا الطفل، وبالتالي هذا الطفل الآن الذي شارك في هذه المعارض الفنية وتدوير مخلفات البيئة والعلمية والتقنية والثقافية يعطي الرسالة للكبار أنه قام في هذا العمل الآن هو بالتشاركية مع مجموعة من الزملاء. معنى ذلك الآن الدور المؤسساتي أيضا تربي عليه منظمة طلائع البعث هؤلاء الأطفال بالشكل الأمثل وبالشكل الجيد. طبعا نحن الآن في التطبيقية الأولى نقوم بحضور المعرض الفني الخاص، شاهدنا أعمال مميزة لهؤلاء الأطفال، أعمال مبدعة فعلا. هذه الأعمال تظهر إبداعات الطفولة وما لديهم من مكنون في الفنون الموسيقية وأيضا المسرحية وأيضا الفنية الرسم. طبعا نحن نهتم دائما بالطفولة وهذه المرحلة بالذات، كون لديها إمكانات كبيرة جدا نقوم باستقطابها عن طريق منظمة طلائع البعث التي هي جناح إحدى الأجنحة المهمة جدا لمديرية التربية في محافظة حماة. أنت الأسد معروف منك يخاف الخوف، أنت الأصل ابن الفحل، ما غمضت عين حبيبي يا طلعت فجر. أنا مشاركة بالمعرض مشان مثل التراث الشعبي، وهلا عم مثل طاحونة كانوا يطحنوا فيها قديم الزمان. أنا شاركت بالكورال والأغاني الوطنية طبعا لأني بحب وطني أكيد، وكرمال الوطن بنفديه بروحنا ودمنا أكيد. ولعل المعارض السنوية هي نتاج عمل وتدريب لطلابنا من خلال المناشط الطلائعية، حيث يتم رعاية هذه المواهب وتنميتها بشكل صحيح بإشراف مديرية التربية وفرع طلائع البعث بحما. وللسلطان التربوية السورية حما. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بهدف الاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في التكنولوجيا الطبية، جامعة حماة تقيم المؤتمر الطبي الدولي 8. أهلا بكم من جديد. تحت شعار ربط الجامعة بالمجتمع، أقامت جامعة حماة المؤتمر الطبي الدولي 8 للاطلاع على أحدث التطورات والابتكارات في التكنولوجيا الطبية. مراسلنا وليد سلطان وهذه التغطية. ربط الجامعة بالمجتمع وبرعاية وزير التعليم العالي
الدكتور بسام إبراهيم. أقامت جامعة حماة المؤتمر الدولي الطبي الثاني والمعرض الطبي لشركات الأدوية والتجهيزات الطبية والمخبرية وطب الأسنان في فندق أفاميا الشام. الحقيقة هذا المؤتمر هو جزء من ربط الجامعة بالمجتمع من خلال التعاون العلمي ما بين جامعة حماة ومديرية الصحة بحماة والنقابات المهنية الطبية بحماة. وهذا المؤتمر سيتم فيه تقديم أوراق بحثية علمية هامة يستفيد منها زملائنا الأطباء الباحثين وزملائنا أبنائنا الطلبة الذين يدرسون في هذه الكليات. إضافة لذلك وجود هذا المعرض إلى جانب الأوراق البحثية المقدمة يعطي فكرة عملية لأبنائنا الطلبة عن تقنيات هذه الأجهزة وأيضا أصناف الأدوية التي تنتجها شركاتنا الدوائية ومعاملنا الوطنية التي نعتز بها. نتمنى لهذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات ومقترحات هامة وأن تكون بعض الأوراق المقدمة هي نواة لأبحاث علمية مشتركة مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص. وشكرا لكم. هي الفعالية كتير هامة كانت أنه بالنسبة للمؤتمر هذا مشاركة هي فعاليات طبية صيدلانية بشرية وربطة بعمل جسور مع المواطنين بالنسبة لهالموضوع هذا. طبعا المشاركة كتير هامة كانت بالنسبة لكليات الصيدلة، كليات طب البشري، طب الأسنان، وإضافة لهالشيء مشاركة النقابات المهنية اللي هي نقابة الصيادلة، نقابة أطباء الأسنان، نقابة البشريين. بالنسبة لطبيعة المؤتمر هو ربط الجامعة بالمجتمع، وحاولنا نغني المؤتمر بشكل علمي عن طريق الدكاترة من باحثين علميين وأضايا تدريسية من جميع الجامعات الخاصة والحكومية. وطبعا الفائدة بتعم مو فقط على الدكاترة وأيضا على الطلبة، فأجوا الطلبة من الكليات الصيدلة، طب البشري، التمريض، طب الأسنان، والشركات الأدوية والشركات الطبية بشكل عام والأسنان. الهدف من المؤتمر تقديم ما هو الجديد دائما في المجال الطبي وإشراك الطلاب واطلاع الطلاب، وبنفس الوقت هو نوع من الصمود لسوريا بشكل خاص على أن البلد بخير، ومؤتمراتنا العلمية دائما مستمرة ومؤسساتنا بألف خير، فكل الشكر لكل من ساهم في هذا المؤتمر. طبعا البداية كان في الأستاذ الدكتور إياد الشطي كان محاضر عن الأورام وعن الإحصائيات الأورام، وهذا الشيء كتير هام، وكان حضور الطلبة يعني اللي يميز حضور الطلبة من معاهد وأطباء وتابعوا هالمواضيع، وكتير شيء عندهم سعادة كبيرة وجودهم كون المؤتمر موجود بهالمحافظة. تكمن أهمية المؤتمرات العلمية الاطلاع على أحدث التطورات والتكنولوجيا الطبية المتبعة في العالم. حاولت جامعة حماة تقديم دورة علم الاختراع لكل طلاب الدراسات عندها مشان نحاول نرتقي بمستوى الجامعة ونقدم نعصر فكرنا لحتى نوصل لإنتاجات جديدة تفيد مجال طب الأسنان ونفيد المجال العام بشكل عام. فعملنا لفترة المعرض كانت فترة مضغوطة من خلال شهرين تقريبا، حاولنا خلالا ننجز فيها الإنجازات النماذج الأولية، وقدمنا وزارة التجارة وحماية المستهلك، حفظنا الفكرة ضمن رقم إيداع، وهلأ بهالمعرض حاولنا نعرض الشيء اللي قدمناه والنتاج اللي وصلنا له. هلأ قدمنا اختراعات، كل حد قدم اختراع بسيط. هلأ أنا اختراعي عبارة عن طابع للفك العلوي، هو تعديل الطابع العادي بحيث فينا نحن نغير قبة الحنك بحيث تناسب قبة الحنك لدى المريض. هالشيء هذا بيقلل من الجهد المطلوب من الطبيب مشان يعدل الطابع مشان يناسب المريض. نحن على هامش المؤتمر تبع جامعة حماة عم نعرض اختراعاتنا اللي هي النماذج الأولية للاختراعات اللي نحن أودعناها بوزارة التجارة وحماية المستهلك، وهي قيد التنفيذ إن شاء الله من هون لنهاية شهر 4 كلها حتكون عم تتنفذ، بس هلأ أنه عرضنا بشكل أولي لحتى يشوفها الوزير ويشوفها يعني الناس اللي مهتمة فينا. هذا ويعد المؤتمر إضافة علمية نظرا للمشاركة الواسعة من قبل الكفاءات الطبية والتدريسية الذي من شأنه النهوض بالسوية الأكاديمية العلمية للكوادر والعاملين في القطاع الطبي. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة.
أصدر المعهد العالي للغات بجامعة حماة نتائج اختبار قيد اللغة الأجنبية في درجة الماجستير الذي أجري السبت الماضي، وأوضح مدير المعهد أن عدد الطلاب الناجحين في الاختبار بلغ 178 طالبا للمختصين وغير المختصين باللغتين الإنجليزية والفرنسية، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين البالغ عددهم 270 طالبا، مبينا أنه يمكن الاطلاع على أسماء الناجحين في الامتحان من خلال لوحة الإعلانات بالمعهد العالي للغات أو عبر موقع الجامعة الإلكترونية. نشرتنا انتهت، هذا تذكير بالعناوين. وزير التربية عماد العزب يلتقي رئيس غرفة تجارة ريف دمشق. وزارة التربية تصدر أسماء المقبولين للتعيين من الناجحين لتعيين عدد من المواطنين في مسابقة الفئة الثالثة. بمناسبة عيدي الأم والمعلم، ثانوية الباسل للمتفوقين تكرم المدرسين المتميزين والمتقاعدين والطلاب الأوائل والمتميزين. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا موقع وزارة التربية على الإنترنت. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.